السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد من الفيديوهات الجميلة اللي كنقدموا على المغرب واللي كنحاولوا نبينوا صورة جميلة للمغرب. وهذا واحد من الصور الجميلة اللي كنبغيو نبينوها هي هذه المنطقة هذه اللي كاينة في تطوان من مدن الشمال عروس من عروسة الشمال. حنا دابا كنتواجدوا في مدينة تطوان حاليا كاينة شتيوة واحد الشتاء خفيفة نطلب الله الله يجعلها على قد نفع يا ربي امين. من البروجيات اللي داروا جداد في تطوان هي عملية التشجير وعملية انشاء هاد المرافق العمومية اللي كانت صراحة مرافق جميلة جدا اللي نتمنى ونشوفوها في المدن المغربية بكثرة، لأنها مرافق كتعطي واحد الجمالية وكتعطي واحد الرونق لهذه المنطقة هذه، وهي مناطق عامة للناس اللي كما كنشوفوا دابا فيها أماكن مجانية باش يلعبوا الأطفال، فيها أماكن للرياضة للاستجمام لزعم الجلوس استمتاع بهذا المنظر الجميل اللي كاين في هذه المنطقة ديال جنب الواد. صراحة الألوان ألوان جميلة جدا اللي كتعطي واحد الجمالية كبيرة وكتحفز الإنسان أنه يجي مرة لهذه البلاصة ويخرج ويستنشق هواء نقي، يخرج ويمارس الرياضة. هذه البلاصة هذه ما هي إلا نقطة من هذه المنطقة الكبيرة اللي كتمتد من المدخل ديال المدينة حتى تقريبا كتوصل لطريق مارتيل. منطقة كبيرة وكورنيش كبير، والجميل في هاد المدينة ديال تطوان هي فيما كتمشي كتلقى الباركور ديال الناس اللي بغاو يديروا الرياضة اللي بغاو يتمشاو، وكاين الخضورية فيما مشيتي كما كنشوفوا الوان جميلة الالوان اللي تختارت في هاد المنطقة ديال الالعاب ديال الاطفال. سبحان الله العظيم كتعطي واحد الصوره واحد الجماليه. حتى الاضاءه هذه الطريقه التقليديه طريقه جميله حتى هي الالوان ديالها. نطلبوا من الله نشوفوا هاد بحال هاد المشاريع في بكثره، خصوصا المناطق الخضراء اللي كتكون مناطق جميله اللي كتشجع الانسان انه يخرج يتمشى ويدير الرياضة. كانت هذه صورة من هذه المنطقة هذه ديال جنب الواد اللي كتواجد على جنب الواد، وهذا هو بحال كورنيش داروه في وسط المدينة في المدخل ديال المدينة في طريق من دخلة وغادي تل طريق سبتة. تحية للناس ديال تطوان، تحية للناس ديال الشمال، تحية للناس اللي خدموا وصابوا بحال هاد المشاريع هادي. نتمنوا من الله الناس الاخرين يشوفوا بحال هاد الشيء وياخذوه ويحاولوا يديروا بحاله، لان ما كرهناش نشوفوا بحال هاد الشيء في جميع المدن المغربيه، والناس محتاجين بحال هاد المرافق العموميه اللي المساحه الخضراء وهذاك الشيء باش يخرجوا يديروا استجمام ويبدلوا الجو شويه، خصوصا في هذه الظروف ديال الوباء. نطلبوا الله يرفع علينا هذا الوباء، نطلبوا الله الخير والبركه والتيسير ومبروك عواشركم بالصحه والسلامه، وكنشكركم على الوفاء ديالكم ودائما ان شاء الله باذن الله الجديد. ومرحبا بكم معنا والى اللقاء في فرصه اخرى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.